يقولون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ست الكل، أموري؟ الأمر لله وحده. لو سمحت كنت عايزة أشوف البرفانات الجديدة. طالما حضرتك بتسألي عن العطور الجديدة يبقى أكيد جربتي القديمة، يبقى الأخت شرفتنا بالزيارة قبل كده. يا خبر، هو أنت لحقت تنساني؟ أنا عمري ما أنسى زبايني، وخصوصا الناس المحترمة اللي زي حضرتك. على فكرة معظم زبايني ستات محترمة منتقبات زي حضرتك كده، وبعرفهم من صوتهم، بس صوت حضرتك يعني جديد عليا، بس هعرفه برضه. ما علينا، ممكن توريني البرفانات؟ والله تحت أمرك، المجموعة اللي ورا دي كلها جديدة وإن شاء الله تعجبك، اختار اللي يعجبك منها. طيب أنت ترشح لي إيه؟ والله على حسب المناسبة اللي حضرتك هتستخدمي فيها العطر. الحقيقة جوزي هاجرني وكنت عايزة حاجة يعني تحببه فيا. المجموعة دي كويسة قوي وتأثيرها كويس. هو أنت مجربها مع مراتك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنا هدل حضرتك على حاجة أي كلام برضو. طيب على كده بقى المفروض أسأل المدام، ما أسألكش أنت. حلوة دي يا ست هانم، المرة الجاية بقى أجيبها معايا المحل عشان تشوريها بنفسي. إيه مالك بتتكلم عنها كده ليه؟ هو أنت مش سعيد معاها؟ هي نكادية؟ لا إله إلا الله، لازمته إيه بس الكلام ده يا أختي؟ يعني هم بيقولوا كده إن البيعين يحبوا ياخدوا يدوا في الكلام مع الستات. أيوة بس الكلام له أصول برضه وله حدود. حضرتك تقدري تقولي لي اخترت إيه علشان نخلص؟ طيب هات لي دي. في أمرك. اتفضلي. طب إذا سمحت يعني تدور وشك الناحية التانية عشان أعرف أشم كويس. حول ولا قوة إلا بالله، اتفضلي شمي. يا أعوذ بالله، استغفر الله العظيم يا رب، هي دي اللي انت مجربها مع مراتك؟ ده على كده مراتك دي ما عندهاش لا ذوق ولا إحساس. لا حول ولا قوة إلا بالله، لازمته إيه بس الكلام ده يا ست؟ أنا مراتي ذوقها زي الفل وست الستات. يا حبيبي يا حسين، أعوذ بالله من غضب الله، إيه وليا في إيه؟ ما تخافش يا حبيبي، أنا هدى. غطي غطي، اتجننتي يا هدى؟ عامله لي كمين بتمتحنيني؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله يا حبيبي، أخدت 10 على 10، ربنا يخليك ليا يا حبيبي. حبك برص وعشرة خرص إن شاء الله. سايبة بيتك وعيالك لمين يا هبلة؟ ما تخافش يا أخويا، سايباهم مع أم حمدي الله يسترها، ما تقلقش، عاملة الواجب والزيادة معايا. 100 نيلة عليكي وعلى أم حمدي في ساعة واحدة، أنت خلاص ضربت يا هدى، أنا سكت لك كتير فواضح إن أنت سقت فيها، فلازم تتربي من أول وجديد. إيه يا حسين، أنت هتزعقلي في وسط المحل ولا إيه؟ ثواني أقفل المحل عشان أعرف أربيك على رواقة. يا سلام، إيه يعني يا أخويا، يعني لما كنت بطمن بنفسي أشوفك بتخوني ولا لأ؟ بالطريقه الرخيصه دي؟ ايه ده، انت هتغلط ولا ايه؟ لا بقول لك ايه، ما تغلطش احسن لك. افرضي يا بلية يا مجنونه كنت بقول كلمه مجامله لزبونه، تفكري ايه؟ تظني فيا ظن السوء ولا تفتكريني بخونك؟ اعوذ بالله، انت خلاص لسعتي يا هدى وفيوزاتك ضربت كلها ولازم تتربي من اول وجديد. يعني هتعملي ايه بقى يا حسين؟ هتشوفي هعمل ايه، انا هسيب لك البيت وامشي. يا سلام، كل الهيصه دي عشان كنت بطمن اذا كنت بتخوني ولا لا؟ برضه هتقولي الكلام الاهبل ده تاني؟ انت ما عادش ينفع معاكي كلام. انا مش هسيب لك البيت بس، انا هسيب لك المحل كمان. اتفضلي، ادي مفاتيح المحل، اتفضلي اشبعي بيه قبل ما اقول كلام يغضب ربنا ولا ارتكب جنايه. والله ما تعرف ترتكب لا جنايه ولا جنحه كمان. استنى هنا، ما تسيبنيش وانا واقفه كده اتكلم لوحدي يعني؟ طب ولا ايه؟ دي كانت صوره مهببه منك لله يا ام حمدي، الهي تتوكسي انت وحمدي.